يا سيد الحسين، يا سيد الحسين، جئنا لكربلاء كي نراك تكتب في دماك حكاية الخلود والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. صلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة إخواني تتكلم عن يوم القيامة، ويوم القيامة كما ذكرنا في عدة من المنابر على أنها تذكر بعدة أسماء عديدة، لها أسماء عديدة: يوم القيامة، يوم الحسرة، يوم تبلى السرائر، يوم التغابن مثلا، أو من جملتها الأسماء المنفردة يعني المو مضافة: الحاقة، الواقعة، الصاخة، القارعة، الراجفة، الآزفة. هاي أنواع أسماء القيامة. في يوم القيامة إخواني آيات تشير لنا عدم كلام الإنسان، وآيات تشير لنا كلام الإنسان. في يوم القيامة الإنسان يتكلم أو لا يتكلم؟ أيؤذن له بالكلام أو لا يؤذن له بالكلام؟ خلنا نقرأ هذه الآية، الآية في سورة هود آية 105. شوفوا بالله ماذا نعرف من هذه الآية، هل أن هذه الآية يؤذن للإنسان بالكلام أو لا يؤذن له بالكلام؟ شوف، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي، يوم يأتي يعني يا يوم، يعني يوم القيامة. يوم يأتي لا تكلموا، هاي لا تكلموا بحذف التاء يعني لا تتكلموا، هاي لا تكلموا بمعنى لا تتكلموا، حذفت التاء هسه لقاعدة هسه صرفية وحذفت، هذه واضحة يعني. يوم يأتي لا تكلموا، لا تكلم نفس إلا بإذنه، يعني الكلام يكون بمن؟ بإذن الله.
هذه الآية تشير أن الكلام موجود لو ما موجود؟ لا تكلم نفس إلا بإذنه، يعني شنو؟ يعني موجود يتكلم. يعني في يوم القيامة هل يؤذن للإنسان بالكلام لو لا يؤذن؟ يوم القيامة يطولك إجازة تحكي لو ما يطولك إجازة؟ إيش خلنا نحكيها أحسن خاطر تجاوبوني زين. أيؤذن للإنسان بالكلام أم لا؟ هاي الآية تقول يؤذن للإنسان، هاي الآية تقول أنه لا تكلم نفس إلا بإذنه، يعني الله يأذن لبعض الناس، هاي الناس شنو؟ تتكلم تحكي. لكن خلافها أخواني دقيقا، خلاف هذه الآية أكو آيات تنفي الكلام. وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نختم على أفواههم، نختم على أفواههم، يعني شنو؟ يحكي لو ما يحكي؟ يعني ما يحكي خرس، يوم حلقة وينسد. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه مولانا تشهد على أن اللسان لا يتكلم، ذيك الآية شو تقول؟ اللسان يتكلم. أنطيك بعد آية في عدم الكلام، في عدم الكلام، هاي آية يوم نختم على أفواههم يعني ما يحكي. آية ثانية بسم الله الرحمن الرحيم، هذا في سورة المرسلات آية 35، هذا يوم أو هذا يوم لا ينطقون. هذا اليوم بعد حكي ماكو، يقولوا لي أنت صار لك عمر قاعد تحكي 50 سنة 60 سنة 70 سنة قاعد تتكلم، في يوم القيامة بعد كلام ماكو؟ زين، هذه الآيات ماذا تقول؟ تقول كلام ما موجود، بس أكو آيات تقول كلام موجود. مثلا أصحاب الجنة يسألون أصحاب النار شو يقولوا لهم؟ ما سلككم في سقر؟ حكوا لو ما حكوا أهل الجنة؟ حكوا لو ما حكوا؟ حكوا. قاعد يقولوا لهم، قاعد يسألونهم ما سلككم في سقر؟ شنو الجواب؟ قالوا لم نكوا، قالوا ياهم قالوا أهل النار أهل سقر، قالوا لم نكوا من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلى آخر. إذن هذا الحوار دلالة على الكلام، يعني حكوا لو ما حكوا؟ هنا حكوا. أصلا في بعض الناس مولاني يوم القيامة يكذبون، حتى كذبهم موجود يوم القيامة، كذب موجود. الآية تقول، مو أنا أقول، أجيب لك الآية، يقول له أنت سويت، يقول له الله لا أنا ما سويت، يعني قاعد يكذب على الله سبحانه وتعالى. شوف الآية شو تقول، بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم نحشرهم جميعا، ويوم نحشرهم، شوف الكذب شلون يكذبون، مو بس بالدنيا يكذبون حتى هناك هم يكذبون. شوف الآية في سورة الأنعام آية 22 إلى 24، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وين هم الشركاء؟ اسمع، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يعني هم شنو كانوا؟ الله يقول، الله قاعد يقول لهم ثم للذين أشركوا، يعني شنو كانوا؟ مشركين. الله قاعد يقول أنتم مشركين، هم شو يقولون؟ والله ربنا ما كنا مشركين. أنا بيحلف والله ربنا ما كنا مشركين. انظر، الله قاعد يقول تكملة الآية، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. الله قاعد يقول، يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفتر. شنو هذا؟ كذب لو مو كذب؟ الله قاعد يقول قاعد يكذبون علي حتى في يوم القيامة، مش كذب مولانا؟ يكذبون. زين، هسه ما عرفنا مولانا يحجون لو ما يحجون؟ احكي، يحجون لو لا يحجون؟ شاذيش الآية يقول يوم نختم على، يعني ما يحجون، هذا يوم لا ينطقون يعني ما يحجون. هسه يحجون لو ما يحجون؟ ما يحجون. ليش بدلتم مولانا؟ اي هنا شوف والله مولانا، شوف الرأي، بعض المفسرين، بعض المفسرين عندهم رأي عجيب، عندهم عجيب رأي، يقول إحنا الله خالقنا اللسان. الله لماذا خلق اللسان؟ خلق اللسان لكي نعبر عما في جوفنا، عما في داخلنا إلى الناس، مو لا؟ الآن أنت لما تريد، الآن أنا مو عندي كلام، أريد أعبر بالكلام لك، أعبر بمن؟ باللسان، مو لا؟ زين، يوم القيامة مولاي كل شيء ظاهر واضح بارز، يعني لسان ما يحتاج الإنسان يحكي لو ما يحكي، فأعماله شنو؟ ظاهرة، أعماله ظاهرة بعد ما وخلص يحكي ما يحكي الله يحاسبه خلاص، وضع مولانا. فبعض المفسرين شو يقولون؟ يقول لا حاجة للكلام يوم القيامة. عجيب،
يقول لا حاجة للكلام يوم القيامة. ليش؟ لأن الكلام يريد الوضوح والبروز. إن إذا أنت عندك شيء مخفي الظهر بيمن باللسان والكلام زين، لكن إذا لا والله كل شيء ظاهر، كل شيء بارز، كل شيء مبين يوم القيامة، بعد ما يحتاج إلى كلام. أنت تحكي له ما تحكي والحساب شنو مكتوب خلاص زين، عملك مبين. فبعض المفسرين شو يقولون؟ مو هاي وحدة من أسماء القيامة شنو؟ يوم تبلل السرائر. السرائر يعني الأسرار. هاي السرائر في الدنيا أنت تعبر بيها بمن؟ باللسان. إذا عندك سر تحكي بيه باللسان، بس يوم القيامة بعد اللسان ما يحتاج. ليش؟ كل السرائر واضحة قدام عينك، واضح مولانا شلون؟ فبعض المفسرين شو يقولون؟ يقولون لا، يوم القيامة لأن كل شيء بارز وظاهر وبين لا يحتاج إلى الكلام، الإنسان ما يحشي. زين هذا رأي، لكن أكو رأي أقوى يقول لك لا، أنت كلامكم يناقض القرآن. إحنا آيات عندنا الإنسان يحشي، وعندنا آيات تقول ما يحشي. ذكرت لك هاي الآيات وهاي الآيات، شلون نستطيع أن نوفق بين الرأيين؟ كيف؟ نقول على أن القيامة لها 50 موقف. القيامة لها 50 موقف، من جملتها الميزان 1000 سنة. الميزان 1000 سنة. من جملتها الصراط. الصراط 1000 سنة. من جملتها تطائر الكتب. تطائر الكتب 1000 سنة. من جملتها الشهادة. الشهادة 1000 سنة. هذه والحساب وكذا وكذا. 50 موقف على 1000 سنة جد 50,000. في سورة المعارج شنو؟ يوما كان مقداره 50,000 سنة. هذا يوم القيامة يطول عليك حسابك جد 50,000 سنة. العجيب أنه العلماء يقولون لا يعلم أمن سنية الدنيا أو سنية الآخرة، ما يعرف، لأن أكو فرق هواي. سنوات الدنيا مع سنوات الآخرة تختلف مولانا. زين 50 موقف، طبعا أنا أقدر أشرح لك هذا الاختلاف جدا جميل بس مو وقته. 50 موقف، كل موقف 1000 سنة. كل موقف 1000 سنة. في هذه المواقف، بعض المواقف لا يؤذن للإنسان بالكلام ما يحكي. مثل من؟ مثل موقف الشهادة. الشهادة قلت لك يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد وياهم أرجلهم، واضح مولانا؟ هاي في موقف الشهادة، بعد الإنسان حكي ما يحكي، ياهو يحكي أعضاء الجسم، الإيد والرجل والعين والخشم والأنف، هذن يحكين، بس اللسان ما يحكي، واضح مولانا؟ هذا في موقف الشهادة. عند الشهادة في بعض المواقف شنو؟ يؤذن له بالكلام، يقول له احكي احكي خلنا نسمعك فيتكلم. إذن كيف نستطيع أن نوفق بين الآيات التي تقول يوم القيامة لا كلام والآيات التي تقول كلام؟ شلون نقدر نوفق؟ نقول 50 موقف، هذه المواقف في بعضها يؤذن للإنسان بالكلام، في بعضها لا يؤذن له بالكلام، واضح مولانا؟ يريد يحكي الله شو يقول له؟ يقول له هذا يوم لا ينطقون، ما تحكي ناس. يريد يحكي الله شو يقول له؟ يوم نختم على أفواههم، ما تحكي، لا تحكي خلاص بسك. زين في بعض الحالات لا، يقول له احكي. وين الآية؟ يوم يأتي لا تكلموا، يعني لا تتكلم نفس إلا بإذنه. الله ينطق له احكي احكي. شو يحكي؟ يحكي بعد بين الجنة وبين النار، يحكون أهل سقر وأهل الجنة يحكون. في بعض الأوقات يتكلمون مع الله، في بعض الأوقات يتكلموا مع أهل الأعراف والأعراف يتكلموا معهم. الأعراف منطقة، منطقة بين الجنة وبين النار، هاي المنطقة عالية مسيطرة فوق، هم يشوفون أهل الجنة وهم يشوفون أهل النار، يسمونهم أصحاب الأعراف. أصحاب الأعراف يحكون يا أهل الجنة وأهل الجنة يردون عليهم، أصحاب الأعراف يحكون يا أهل النار وأهل النار يردون عليهم. هنوب أهل الجنة والنار هم واحد يحكي ويا الثاني. هاي في كل مواقف القيامة، لو في بعض مواقفها، في بعض مواقفها مو في كل مواقفها، واضح مولانا؟ زين خلينا نكمل. تقول الآية يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. هسه يقسم الناس قسمين، فمنهم شقي وسعيد. الشقي والسعيد، الشقي وين؟ بالنار. السعيد وين؟ بالجنة. زين شنو معنى السعيد والشقي؟ كلنا احنا نعرف الشقي والسعيد بس ما نعرف معناه. هسه أي واحد له أسئلة من عندكم الشقي شنو تعريفه؟ تقول ما أدري أنا، بس أدري مخوش آدمي. زين شنو معنى الشقي والسعيد؟
السعيد مولانا معناه توفر، هذا المعنى اسمعنا أعطيك مثال، توفر أسباب النعمة. أنت تهيئ مقدمات النعمة، الأشياء اللي تجيب لك نعمة إذا وفرتها شو يقولوا لك؟ سعيد. أسباب النعمة شنو؟ الدعاء. أسباب النعمة قراءة القرآن. أسباب النعمة الصلاة. أنت إذا عملت هاي الأسباب هيئتها والنعمة نزلت عليك شو يقولوا له؟ سعيد. إذن السعيد ماذا؟ السعيد السعادة بالأحرى أن نقول السعادة توفر أسباب النعمة، مقدمات النعمة. النعمة خو مو قبلها تشك بوك وجهت مولانا بكيفه. زين احنا موش نقول الماء يمد زبيلة ما حد يعبي لي، ها هذا السبد يعني، ها السلة يعني، اذا ما تمدها ما حد يعطيك شيء، واضح مولانا؟ فانت هي اسباب نزول الرحمة، الله شنو ينزل الرحمة، اذا هيئتها مولانا يسمونها السعادة. انت شو يقولوا لك؟ سعيد. زين الشقاوة شنو؟ الشقاء او الشقاوة توفر أسباب النقمة والعياذ بالله. مثلا ها موت الفجأة، موت الفجأة يعني السكتة، السكتة اليوم أنا كنت أقرأ في معلومة أجتني في المكان، قال كاتبين إحصائية أن ثاني سبب لموت الناس في العالم السكتة. ثاني سبب لموت الناس في العالم، الموت الطبيعي مو الموت القتل، ولا القتل صار أكثر بعد. زين الموت الطبيعي شنو مولانا؟ السكتة. السكتة منين سمنا موت الفجأة؟ وين هذا؟ إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة، واضح مولانا؟ هذا موت الفجأة طبعا، مو شرط مو هذا أبو السكتة يسوي شيء، لا لا لا، إنما هو زنا عام يكون، واضح مولانا؟ عام لكن يعم البلاء سبحان الله. زين فالشاهد شنو مولانا؟ الشاهد في بعض الحالات الإنسان يوفر أسباب النعمة، في بعض الحالات يوفر أسباب النقمة والعياذ بالله. إذا وفر أسباب النعمة يسمونه سعيد، إذا وفر أسباب النقمة يسمونه شقي. زين سؤال، السعادة من العبد لو من الله؟ السعادة منين؟ من الله. السعادة توفيق من الله. الشقاء من العبد لو من الله؟ من العبد مو لا أي. السعيد منين؟ من الله. والشقي من العبد، هو يختار، واضح مولانا؟ إذا خلى الإنسان أول خطوة للشقاء يكمل بعد، أول خطوة إذا خلاها يكمل الله ينزل عليه الهداية، إذا قبل يصير سعيد، إذا ما قبل يصير شقي والعياذ بالله. ها أكو أسباب للسعادة والشقاء، ولهذا شوف الآية. أنا قبل لا أكمل لأن عندي بحث آخر. زين شلون السعادة من الله؟ السعادة من الله شو يقول؟ يقول فأما، أول يبدأ بالشقاء، فأما الذين شقوا، فعل معلوم، ماذا تعرفون الفعل المعلوم والمجهول شنو؟ فعل المعلوم والمجهول، أصل اللي يتبع الكاميرا الشاشة أكيد يعرف يعني، فعل المعلوم والمجهول. إحنا عندنا مثلا قتل الشمر الحسين، قتل فعل، الشمر فاعل، الحسين مفعول، فعله فاعل ومفعول، عملية القتل قتله، القاتل الشمر، المقتول الحسين، هذا يسمونه فعل مجهول، فعل معلوم. ليش فعل معلوم؟ لأن الفاعل مبين، الفاعل مذكور بالعبارة، قتل الشمر الحسين. هسه تريد تسويها مجهول، إذا سويتها مجهول الطيح الفاعل، الطيحة والشي لا تنطي الحركة مالته إلى المفعول، شو يصير؟ قتل الحسين، قتل الحسين، وين القاتل؟ ما مجهول، شو ضاع، طيحناه، جبنا المفعول خليناه مكان الفاعل وخذينا الضمة انطيناها للمفعول، واضح؟ صار فعل مجهول. هسه في الآية الكريمة يا إخواني، طبعا أنا أحكي مولاي بشكل عام، يمكن أهل الكاميرا يمكن أهل الشاشة اللي يتابعون المحاضرات يمكن يتابعون هالمعلومة هذه. الآن في الآية الكريمة لما يوصل للشقاء والسعادة، من يذكر الشقاء يذكرها بفعل معلوم، يقول فأما الذين شقوا، شقوا ما قال شقوا، ما قال شو، شا بالفتح. فأما الذين شقوا يعني ياهو اللي ياب الشقاء لنفسه، هو العبد شقوا. لكن لما يوصل للسعادة شو يقول؟ يقول وأما الذين سعدوا، ما قال سعدوا، قال سعدوا. ليش؟ فعل مجهول، يعني السعادة منين؟ من الله، أنا اللي أسعدتهم.
هو خلى أول خطبة وأنا قلت له روح يلا. ها؟ الذين اهتدوا زادهم هدى. أنا أنزل الرحمة على الجميع، الأنبياء على الجميع. أنت بمقدار مطر الله ينزل، الغيث ينزل، أنت القاعش قد عندها استيعاب تتحمل مطر. إيش قد ما تأخذ؟ عندك طاس صغيرونة، عندك طاس صغيرونة، عد قلاص، هذا القلاص شوف، خليت حدر المطر أحصل هالقد. ها؟ واحد عنده جدر شوية أكبر يحصل أكثر ماي، مو لا؟ واحد يخلي طشت يحصل شنو؟ أكثر. كل ما أنت استيعابك وقبولك للهداية أكثر، الله يزيدك سعادة. ها؟ هداية الله تنزل، رحمة الله تنزل. واحد هيك يخلي القلاص ياخذ مطر، وواحد يخلي القلاص شنو؟ بالمقلوب ما يحصل ولا قطرة، مو لا؟ أنت أنت تختار السعادة وأنت تختار الشقاء، واضح مولانا؟ أنت. لكن إذا أنت بديت بالسعادة أول خطوة خليتها، الله شنو يقول لك؟ وأما الذين سعدوا أنا شنو؟ أعينك. أنت خلي خطوة الله يعينك، في الحق أو في الباطل ما يفرق، إذا بديت بالحق الله يوفقك، إذا بدأ الإنسان بالباطل زادهم ضلالا، زادهم عذابا، في قلوبهم مرض. شوف 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 الآية، شوف الآية، في قلوبهم مرض فزادهم الله، الله إنه بيزود عليه فزاد. ليش؟ هذا بعد آدمي ما يصير. زين اسمعني الآية، وايد بيها بحث الآية، هو أي بيها بحث بعدني وايد، حتى ربعها ما واصل أنا بصراحة يعني. زين الآية شو تقول؟ تقسم الناس قسمين، شقي فمنهم شقي وسعيد. الشقي وينه والسعيد وينه؟ قال فأما الذين شقوا، فعل معلوم لو مجهول؟ معلوم، يعني هو اللي اختار الشقاء. فأما الذين شقوا ففي النار، ففي النار. شلون حالهم بالنار؟ اسمعني اسمعني عينك وياي، شلون حالهم بالنار؟ قال لهم فيها زفير وشهيق. تعرف الزفير والشهيق شنو؟ الزفير والشهيق راح أمثل لك أنا، خاطر لا مولانا تأخذ العبارة بالكامل. الزفير إخراج الصوت مع الصراخ، إخراج النفس مع الصراخ. شلون؟ هذا شنو؟ زفير. إخراج الصوت مع الصراخ والألم، هذا شنو الزفير؟ الشهيق شنو؟ ها؟ إدخال النفس مع الصوت. ها؟ هاي بعد ما أقدر أمثلها لك. ها؟ واحد شهيق بعد يجر النفس جوه زين ويصيح. ها؟ هذا منين؟ من شدة الألم. الله يقول في كل نفس، في كل نفس يصعد نفسهم يصرخون، ينزل النفس هم هم يصرخون، يعني من شدة الألم والوجع والأذى والعذاب والجحيم والعقاب في كل نفس. الزفير شنو؟ إخراج الصوت مع النفس. الشهيق عند إدخال النفس، إخراج الصوت عند إدخال النفس، يصرخ في كل نفس، يطلع النفس، يجر النفس، يصرخ، يعني هيش عندهم ألم. شو يقول؟ فأما الذين، هستم شايفين المريض، المريض بعض المرضى اللي عنده 50% وجع، عنده ألم 50%، بس إذا قال شوية بس إذا طلع الصوت، واللي عنده ألم 100% يطلع النفس يصيح يدخل النفس يصيح يشهق هذا ألم، واضح مولانا شلون؟ هذا دلالة على شدة الألم. الله يريد يدل أنه هذول في شدة العذاب. أهل الشقاء وينهم؟ فأما الذين شقوا ففي النار، شلون حالهم؟ لهم فيها زفير وشهيق. مولانا قد يظلون يوم يومين سنة سنتين، قال خالدين فيها، خالدين فيها، بعد طلعة ماكو. زي السؤال توجه لي سؤال، خالدين فيها يعني ايش قد؟ 100 سنة، 1000 سنة، 10,000، مليون سنة، ما معلوم، خالدين. سؤال، هذه خلاف العدالة الإلهية، يعني ما يصير مولانا. واحد أذنب 80 سنة، واحد أذنب 80 سنة، هسه مو 80 100 سنة،
ميسر كل ذنوب ومعاصي يموت، وين يدخل؟ بالنار. ايش قد يضرب بالنار؟ خالدين فيها. يعني هذا مو عدالة إلهي، ما يصير. يعني هذا 100 سنة عصاك أنت عذبه 100 سنة، ها؟ عصاك 100 سنة أنت معذبه شنو؟ 100 سنة. هسه مو 100 أبويا 200 سنة، عذبه 1000 سنة. ليش تعذبه خالدين فيها؟ هاي عدالة لو مو عدالة؟ إذا تقول عدالة تبتلي بلوى، إذا تقول مو عدالة تبتلي بلوى، لأنها من الله سبحانه وتعالى. هسه عرفت السؤال ما عرفته؟ ترى احنا السؤال اهم من الجواب. اذا انت عرفت السؤال دقيق الجواب راح تفهمه. اذا بس ايش فاهي وتجاوب تليفون وكذا وشويه فكرك منه ومنه، ترى ضاع الحساب. اي اقول لك بصراحه يعني زين. يعني الان واحد عاش 100 سنة، هذا ال 100 سنه نحسب كلها ذنوب ومعاصي، 100 سنة مات، الله يدخله بالنار. ايش قد يظل بالنار؟ خالدين فيها. الله قاعد يقول خالدين فيها. زين، هذه مو عداله إلهي. هذا أذنب 100 سنة، عذبه 100 سنة، عذبه 200 سنة، عذبه 1000 سنة، عذبه 10,000 سنة، لا تعذبه خالدين فيها الحد الآخر. وين؟ ما ندري قد خالدين فيها، قد ما ندري إحنا. هذه هل تناسب العدالة الإلهية؟ لو ما تناسب العدالة الإلهية، مو إحنا من أصول الدين شنو؟ التوحيد والعدل. الله هيك عدالة لو ما عدالة؟ هذه شو نقول؟ نقول عدالة وعين العدالة. شلون هذه؟ اسمع، اولا انطوا اجابات. اذا ما تتوجه لي تضيع الحساب، واذا ضيعت الحساب ما راح تفهم الموضوع، واذا ما فهمت الموضوع لا تنقل غير مكان وتقول الشيخ حكى هيك. اي اتوجه دقيق. اذا ما فهمت الكلام مولانا ما خلاص لا تنقل عني، لا تقول الشيخ حكى، اتعلم بالكامل بعدين روح انقل. جزاك خاطر باكر الناس لا تاخذ خطا مني تقول هذا. والله يحكي من كيفه هذا، انا ما اطلع من كيفي مولانا، هاي كلها مصادر عندي بالتفاسير. زين، أكو مولانا شنو الجواب؟ شنو الجواب؟ انطوا 3 أجوبة، يعني احنا 4 نحسبها، 3 غير مقنعة، هيك مطينا كيلوات. بس الرابع هو الجواب الصحيح، بس أنا أذكرهن. الرأي الأول، الرأي الأول خالدين فيها، وين خالدين فيها؟ الخلود باللغة العربية بمعنى المدة الطويلة. الخلود بمعنى المدة الطويلة، هي باللغة العربية شنو الخلود؟ ارجع إلى كلمة الخلود في كتاب لسان العرب خلدة، زين، أو مجمع البحرين أو بقية الكتب اللغة، يقول لك الخلود بمعنى المدة الطويلة. فشي يقول؟ يقول خالدين فيها بمعنى أننا نبقيهم في نار جهنم لمدة طويلة. بس هاي المدة قد الله العلم، 1000 سنة، 2000، 10,000، يعني يوم من الأيام شنو تنقضي. واضح مولانا؟ هذا رأي، هذا رأي، والرأي هذا مقبول ولا ما هو مقبول؟ ها؟ ما هو مقبول. ليش؟ لأن عندنا آيات شو يقول؟ يقول خالدين فيها أبدا أبدا أبدا. هاي كلمة أبدا يعني شنو؟ تؤكد على أن هذا خلود، طلع ماكو بعد، خلاص خلود. فإذا هذا الرأي شو يقول؟ يقول خالدين فيها بمعنى المدة الطويلة، راح ندخلهم مدة طويلة، بس يوم من الأيام يطلعون. الله شي يقول؟ يقول لا ما يصير، لأن عندنا آيات خالدين فيها أبدا، مثلا ماكثين فيه أبدا، في آية ثالثة لا يبغون عنها حوالا، ما يطلعون من عندها. هذا الرأي الأول ومردود. الرأي الثاني، الرأي الثاني عجيب عجيب بس رأي حلو. شي يقول الرأي الثاني؟ الرأي الثاني يقول كل نار يوم من الأيام، يوم من الأيام تنطفئ، كل نار تطفى يوم من الأيام، ونار جهنم يوم من الأيام تطفى كبقية نيران الدنيا. شلون نار هسه انت خلي لك نار ايش قد ما تصير كبيرة، ايش قد ما تصير كبيرة، ايش قد ما تصير يجي يوم تطفى ولا ما تطفى؟ تطفى. هي اكو نار اكبر من الشمس بالدنيا؟ ها؟ اكو نار اقوى من نار الشمس؟ نار الشمس مولانا ما تصور قد عظيمة، لكن يجي يوم شنو؟ اذا الشمس كورت حتى الشمس تطفى. فايش قالوا؟ قالوا النار جهنم كنار الدنيا يوم من الايام تطفى، اذا طفت الجماعه يرتاحون بعد يعيشون عيشتهم العاديه. هذا صحيح ولا مو صحيح؟ مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لان نار الشمس الذي اوقدها شنو؟ اوقدها رحمه الله. الشمس الله اوقدها بمن؟ برحمته، وتعطينا النور هذه. لكن نار جهنم أوقدها سخط الله، صح ولا لا؟ صح؟ هذه رحمة من الله، بس شو؟
نقمة عذاب سخط من الله، غضب من الله سبحانه وتعالى. فايش قالوا؟ هذا الرأي مردود. كم رأي صار؟ رأيين. الرأي الأول شنو كان؟ المدة طويلة. الرأي الثاني شنو صار؟ يوم من الأيام اطفاء نار جهنم. هاي اثنين. الثالث هم أعجب بعد من الثاني. قلت لك أنا ثلاث آراء أجيب لك، والرابع هو الأصح. الثالث قالوا لا لا، كل إنسان مولانا إذا عاشر أو إذا مارس شيء معين بمرور الزمان شنو؟ يتعود عليه. أكو بعض الناس يخاف من الكلب، أجلكم الله، يخاف من الكلب. إذا مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة مية ميتين شوي شوي شنو مولانا؟ يتعود. هذا الخوف يروح من واضح مولانا؟ سبحان الله. هذا عندنا واحد مغسل موته، هذه غسل موته على طول. اي فهذا يقول انا غسلت مره مرتين ثلاثه اربعه خمسه سته، انا خايف اخاف، كنت اغسل ويا ابوي عمره 75 سنه انا شفته، زين اخاف. لكن بمرور الزمان الان ظل 75 سنه عمره من زغره ويا ابوي يشتغل يغسل موته. صدقوني هذا مولانا يقول بالليل زوجتي تغسل للنسوان وانا اغسل بالليل، يقول ما نلحق بالنهار نغسل بالليل. يقول يجيبوا لي واحد راسه مفشوخ صاير نصين، واحد راس ما عنده، واحد بدنه مقطع، واحد محترق، واحد غرقان، واحد انواع. قلت له تروح تنام؟ قال لي والله خلي راسي وانام. صدقوني انا لو اشوفه مولانا ما انام. زين ده حقيقه. هذا بمرور الزمان هذا شنو مولانا؟ اتعود على هذه الحاله. اتعود، يتعود الانسان اذا مارس شغله معينه او شيء معين شنو يصير له؟ طبيعي. هسه شو يقولون الرأي الثالث؟ قالوا أهل جهنم مش قد ما يغطونهم بالنهر ويطلعونهم ويعذبونهم بمرور الزمان شنو شي يصير عندهم؟ تعودون، طبيعي يصير الجو يصير عادي. ها هسه أنت واحد في سيبري جو بارد، جيب ذبة بشرج الكويت يتحمل؟ ما يتحمل، ما متعود. بس احنا الحمد لله نطلع ونمشي وناكل ونشرب ونمارس حياتنا العاديه. ليش؟ نشرب عظيم. لا حقيقه يعني متعودين على عليها. فاذا الانسان اذا مارس شيء بمرور الزمان شو يصير له؟ طبيعي. زين فايش قال الراي الثالث؟ قال صحيح هم بنار جهنم ويشربون ماء حار وحميم وكذا ومن الزقوم ومن كذا وثيابهم من القطران، بمرور الزمان شو يصير لهم؟ يتعودون، يصير طبيعي لهم، فحياتهم تصير حياه طبيعيه جدا. هذا رأي ثالث. بس هذا الرأي شنو؟ ما مقبول. ليش ما مقبول؟ لأن الله أوردهم النار لعذاب، ما جاي يتونسون، جاي شنو مولانا؟ يتعذبون. زين هاي ثلاث آراء. الرأي الرابع اللي الأصح، الرأي الرابع هو الأصح. الرأي الرابع شنو؟ عندنا ثلاث أشياء. أولا اسمع، ثلاث أشياء للرأي الرابع. أولا يقول هؤلاء لو عاشوا في الدنيا مو 100 سنة، هذا الإنسان لو عاش بالدنيا مو 100 سنة، عاش 1000 سنة يبقى على حالته. لو عاش مليون سنة على حالته. لو عاش خالدا في الدنيا الظالم يبقى ظالم. ها؟ لو عاش النبي الأكرم خالدا في الدنيا يعيش النبي وهو نبي، ولو عاش الحجاج خالدا في الدنيا يعيش الحجاج شنو؟ حجاج. وانا اعطيك دليل. بعض الناس مولانا سايرين كتله من الذنوب والمعاصي ما يفيدهم، مو يعيش 100 سنه الله يعذبه خالد، يقول له انا اخليه خالد في الدنيا هم نفس العمل يقوم به، لان هو شنو صار مولانا؟ صار كتله من شر، كتلة شيطان صار. أنا أعطيك دليل. يوم القيامة قاعد يعذبونه، شو يصيح؟ رب ارجعوني، مو لا؟ شوف هو قاعد يعذبونه. اسمعني يا عربي، اسمع 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 اللغة. رب ارجعوني شنو؟ لعلي أعمل صالحا. أقرأها. رب ارجعوني لعلي، شوف ايش قد وكيح. لعلي يعني يمكن أسوي زين. تعرف يعني شنو الآية؟ يعني هذا حتى لو يرجع ها يصير نفس الحالة. الحجاج إذا رجع يرجع حجاج، خلاص. الإمام علي إذا رجع يرجع الإمام علي. الشمر إذا يرجع الشمر. الخير يرجع خير، والمو خير هم يرجع مو خير. واضح؟
الله قاعد يقول، يقول هذول لو عاشوا ملايين السنوات في الدنيا هذول يبقون على حالتهم. هذا كتلة من الشر ساير، كتلة من الشر. زين، هاي وحدة. اثنين الله بالنسبة إلى العذاب ينظر إلى الكيف ولا ينظر إلى الكم الزمني. يعني هسه اللي أذنب 100 سنة يعذب 100 سنة، مو معقولة. هذا الله ما يعين على الزمان، على الكم، يعين على من؟ على الكيف. زين أخوان، السؤال هسه واحد يقتل له واحد، قاتل قتل مقتول، طق سكينه وقتله، هاي العملية طولت 5 دقائق، رادوا يحبسونه، حبس شقد؟ مؤبد. شقد يحبسونه؟ مؤبد، لما يموت مؤبد. شو نقول احنا؟ نقول هو قتل 5 دقائق، خلينا نسجنه 5 دقائق، هاي سهل مو لا؟ يصير؟ لا ما يصير. زين، هذا قتل 5 دقائق، العملية 5 دقائق، هو يحبسوهم 5 دقائق وطلعوا، ليش يحبسونه مؤبد؟ ما يصير. لا، نقول الله لا ينظر الى الكم، ينظر الى الكيف. زين، يعني مثلا هاي اثنين. المورد الثالث، المورد الاول انه هو كتله من الحرام ساير، كتله من الشر. المورد الثاني الله لا ينظر الى الكم، ينظر الى الكيف. المورد الثالث الله يعاقبنا على اثر اعمالنا، احنا قاعد نتعذب من اعمالنا. واضح مولانا؟ يعني هسه واحد ما يراعي قواعد وقوانين المرور اللي هي واجب على كل واحد. زين، طاير يمشي منها ويمشي منها، وهذا لف كذا وهذه. زين، ما يراعي، واذا سوى حادث فقد عيونه، صار عمى. ايش قد يظل عمى لحد اخر عمره؟ الحادث ايش قد طول 5 دقائق، بس هو فقد عيونه لاخر عمره. ليش؟ الله سواه ايش له؟ هو الذي قام بالعمليه هذه، هذا اثر العمل. زين، الله يعذبنا على اثر اعمالنا، لا ينظر الى كم الشيء، لا ينظر الى كم الشيء، ينظر الى كيف الشيء. واضح حبيبي؟ زين، هذا 100 سنة اذنب، الله ما يعذبه 100 سنة بسبب أعماله، يعذبه خالدا فيها، لأنه إذا رجع إلى الحياة وعاش خالدا أيضا يكون كما هو، لا أكثر ولا أقل. زين، هذولي بالنسبة إلى الذين شقوا. السعادة وين؟ ها؟ يقول وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. هذول هم شنو؟ هم خالدين فيها. ولهذا إخواني، الشقي إلى علائم والسعيد إلى علائم. أنا كتبت في بعض الروايات، زي مولانا في بعض الروايات إذا أقدر أقراها إليك، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامات الشقي. الشقي ياهو شلون تعرف شقي؟ الشقي علامات الشقاء 4. شنو؟ اسمع، جمود العينين، ما يبكي الصخر، يبكي وهو ما يبكي. يعني تقرأ المصيبة للحسين، يشوف لحادث مؤلم، طفل يموت كذا، ما يهتز ولا يهتز مولانا قلبه ولا يرتعش. هذا علامة الشقاء. هاي مو أنا أقول، النبي قاعد يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، مو أنا. جمود العينين بعد الثانية، وقسوة القلب. الشقي قلبه ميت قاس، كم علامة سارا؟ 2. 3. هاي مهمة، هاي رجاء هاي توجهله، هاي كلش مهمة. بعد الثالثة قال شدة الحرص في طلب الرزق، اريد يحصل فلوس، ما يفرغ له، حلال له حرام، حتى لو يدوس على رقاب الناس، حتى لو يدوس ببطون اليتامى والفقراء كون يحصل أموال، ما يفرغ له، حرص. هو يشتغل وزوجته تشتغل وبنته تشتغل وابنه يشتغل، عنده شغلتين وثلاثة وأربعة، وبعده ما شابع، تارك الدنيا، تارك الآخرة، متمسك بمن؟ بالدنيا. الحرص على طلب الرزق، الله يقول لك اطلب رزقك بس لا يصير عندك حرص. الحرص شنو؟ الحرص هاليوم دزولي فد مقطع، فد سبع أسد، الأسد قاعد مولانا يصيد يريد ياكل، صارت هجمة مولانا غزال، فش سوى هذا الأسد؟ طفر على وحدة وفرسها قتلها، وهي ترفس بعتي عافرك على الثانية
وطيحها، عارف ركض على الثالثة وطيحها. زين هذا المقطع عجيب، هذا شنو شو يسمونه هذا؟ حرص. شايف بعدها كلها جاية قال خلنا أحصل بدل وعده، خلنا أحصل ثلاثة. نشير الله يقول لك أنت أطلب رزقك، لا يصير عندك حرص. زين هذا من علامات الشقاء، الحرص على طلب، شدة الحرص في طلب الرزق. ثلاثة شنو مولانا؟ جمود العينين، قسوة القلب. الثالثة شنو؟ شدة الحرص على طلب الرزق. الرابعة الإصرار على الذنب، يصر على الحرام، يصر 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 على الحرام، يدري بيه حرام وبعد يسوي وبعد يسوي وبعد يسوي. ها هذا علامة الشقاء، هذا الشقي، هذا شقي. ولهذا عندنا بعض الأشياء تجلب لك السعادة وبعض الأشياء تجلب لك الشقاء. شنو مولانا؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول أربعة من أسباب السعادة وأربعة من أسباب الشقاء، أربعة بأربعة أحفظها عيني كلش سهلة، أربعة تجيب لك السعادة أو أربعة تجيب لك الشقاء. هاي الأربعة شنو يا رسول الله؟ قال فالأربع التي من السعادة، تحب تعرفها أو ما تحب تعرفها؟ اسمع، الأربعة اللي تجيب لك السعادة. أولا المرأة الصالحة، شوف المرأة الصالحة شو تجيب؟ تجيب السعادة لأن تعينك على العبادة. المرأة الصالحة، الإمام علي عليه السلام لما زفه الزهراء إلى سلام الله عليها إيش قال لما سألها، لما سأله رسول الله، سأل علي بن أبي طالب كيف وجدت حرمك، إيش قال؟ قال نعم العون على طاعة ربي. شوف المرأة الصالحة، ماكو وقت. اثنين بعد المسكن الواسع، حديث عن رسول الله، هذا البيت الواسع، الإنسان على قدر إمكان إذا خذاله واسع بالهم يرتاح يتفرغ للعبادة أكثر. ثلاثة الجار الصالح، ثلاثة أربعة والمركب البهي، المركب يعني اللي يتنقله من مكان إلى مكان. هاي أربعة من أسباب السعادة. من أسباب الشقاء أيضا شو يقول النبي؟ والأربع التي من الشقاوة، النبي يقول الجار السوء، عند جار مو خير. إيه هذا بيحكي وايد بس ماكو أشرحها. والمرأة السوء، والعياذ بالله تطلع من غير إذن زوجها، واحد تتمكيج وتطلع قدام الناس إلى زوجها كالحمل، حماكو شيء. لا بصراحة إذا طلعت للشارع أو للسوق تلقاها ساعة الزمان قدام المراية. هذا شنو؟ هذا مو صحيح، حرام لو حلال هذا، كيفك أنت بعد؟ زين الشاهد الجار السوء بعد، والمرأة السوء اثنين، الثالث والمسكن الضيق، ثلاثة أربعة والمركب السوء. إذن أربعة من أسباب الشقاء. زين بعد ماكو وقت أنا أقرأ لك البقية، لكن أكو رواية جدا جميلة أنا كتبتها، جدا جميلة أعجبتني، حول السعادة، وحدة عن الزهرة، والله هي رواية أحسن من الثانية مولانا. زين وحدة عن الزهرة، وحدة عن النبي، وحدة عن الإمام الصادق، أعطيك ثلاثة. الإمام نعم الزهراء سلام الله عليها تقول، الزهراء تقول إن السعيد، كل السعيد، حق السعيد، ياهو كلش حلوة هاي مولانا، هنيئا لكم بالعافية عليكم الله. قالت إن السعيد كل السعيد، حق السعيد من أحب عليا في حياته وبعد موته. السعيد اللي عنده ولاية علي بن أبي طالب. الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بي أنذرتم وبعلي بن أبي طالب اهتديتم وبالحسن أعطيتم الإحسان وبالحسين تسعدون وبه تشقون ألا وإن الحسين باب من أبواب الجنة من عاداه حرم الله عليه ريح الجنة. اللهم صل على، حب الحسين سعادة، بغض الحسين شقاء. الرواية هاي اثنين، الثالثة، الثالثة عن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق يقول، يقول لأحد أصحابه لا تدع زيارة الحسين عليه السلام، زيارة الحسين دائما زور، ما تقدر تروح زور من بعيد، اقرأ زيارة عاشوراء،
ما تقدر قول السلام عليك يا أبا عبد الله. لا تدع زيارة الحسين عليه السلام ومر أصحابك بذلك. الإمام الصادق يقول له مر أصحابك بذلك. ليش زيارة الحسين ايش تطيك؟ يمد الله في عمرك. شوف زيارة الحسين يمد الله في عمرك ويزيد في رزقك. اثنين، ويحييك الله سعيدا ولا تموت إلا سعيدا ويكتبك سعيدا. هاي كلها زيارة الإمام الحسين عليه السلام. ها أكو بعد البحث أطول بس أنا بعد ما أقدر. جزاكم الله خير، الله يدينكم يا رب العالمين. زين، هاي السعادة الحقيقية مو، وإلا في آخر لحظة، في آخر لحظة أخير نفسي بين الجنة والنار. كان شقي شنو صار؟ سعيد ياهو. الحر ابن يزيد الرياحي، حب الحسين أجنني، حب الحسين اللي جاب له السعادة ياهو، حب الحسين عليه السلام. ها الحر، أخير نفسي بين الجنة ولا أختار على الجنة شيئا. وإذا يروح للحسين هل لي من توبة؟ يقول له أنت تتاب الله عليك يا حر. إيه، ولما قتل قال له أنت حر كما سمتك أمك، أنت حر في الدنيا وحر في الآخرة. شوف المقام، شوف مقام الحسين، يخرج الناس من الشقاء إلى السعادة. الحسين سلام الله عليه يذبحون الرؤوس، كل الرؤوس يذبحوها. إيه، وعشيرة بني رياح يحترضون يشيلون ايديهم، لا لا ندعكم ان تذبحوا رأس زعيمنا. الحر شبيرنا نصر الحسين، بس شبيرنا ما تذبحونه. قالهم خذوا رأس زعيمكم، خذوا زعيمكم. ها يقول شالوه مروه من خيمة الحوراء زينب سلام الله عليها. زينب ظنت ان ناس حملوا نعش الحسين، هذا نعش الحسين؟ قالوا لها لا يا زينب ذاك هو الحسين. نظرت زينب الى الحسين واذا الخيل تلعب على صدر الحسين. اين المنادي وحسينا؟ أيوة سيدة يا العشيرة، العشيرة شالت بحر الضقيرة. خويا الكل من غم علي شالت الغيرة. والله بس ظل وياي ما عدهم عشيرة. الضحايا على الترايب من غير تغسيل. وضعوا زينب على ناقة أبعدوها وعينها تربي على أبي عبد الله. تخاطب زينب الحادي، يا حادي لا تسج بالضعن بيداي 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 دليل الفقد بالسجاد. بيداي بيداي ريض خل غسل حسين يا أخوي، ريض خل غسل حسين بيدي بيدي ودفن لا يظل جسم رمي. خوي والصدر ما ينشال أشيل لنا والصدر. أخوي مرض رضى ضلوعه يا حسين يا غريبها. هو صدر يا أخوي يا من والجاب كافورة. هو صدر هو صدر يا ومن غسل غريب الغاضري. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله، اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. وإلى أمواتنا وأمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف، رحم الله من يقرأ الفاتحة معطرة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. يا سيدي الحسين.